السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي بنكمل مع بعض بقية مراجعة الكارديو. زي ما عرفنا ان الهارت كده واخد الابر هاند علشان تفاصيله كتير. بنبدأ دلوقتي نعرف الارتريز والفينز اللي موجودة في البادي. اول حاجة عندنا اللي هي الفيسلز اللي موجودة في الابر لمب زي ما احنا شايفين، ده عبارة عن ابر بلاستيك. طبعا عينات السوفت نأجلها بس لحد ما نتمكن من البلاستيك، وبعدين هنشوف السوفت برضه. عينه برضه زي اللي في ايدي، انا بتكلم عن الحاجه اللي انا ماسكاها قدامي اللي انا هدخل الاقيها في الامتحان. زي ما اتفقت معاكم قبل كده ان احنا عندنا الفينز بتاعه الابر مش بتاخد اهميه كبيره، وطبعا العينات اللي موجوده عندنا ما فيهاش فيسلز اوف ذا فينز اوف ذا ابر لمب. الفينز بتاعه الابر هي عباره عن البيزاليك والسيفاليك فينز، وطبعا دول موجودين في السوبرفيشال فاشيا اوف ذا ابر لمب، وانا ما عنديش في العينات البلاستيك ولا عينات السوفت سوبرفيشال فاشيا، فبالتالي عمري ما همتحن عملي على بيزاليك او سيفاليك فينز. فاحنا نخلينا منطقيين ان انا بمتحن على ارتريز بس في الابر، يعني اللون الاحمر بس في عينه زي دي انا ببص على اللون الاحمر بس. طبعا اللون الاصفر اللي هي الفين النيرفس ماليش دعوه بقى بالنيرفس، انا عايزه الارتريز بس. فببدا اشوف الابر، طبعا كلنا بقى خلاص احنا كبرنا، احنا في سنه ثانيه عارفين ان انا بخلي الفينجرز بتاعتي تبقى ديستال، وبخلي السكابيولا والكلافيكل بروكسيمال يعني فوق، وابدا اشوف الارتري اتعرف عليه. فاول لون احمر قابلني من فوق عند منطقه السكابيولا، عند ليفل اوف ذا كلافيكل عندي ارتري لونه احمر، يبقى اذا الارتري ده اكزيلاري ارتري. اكزيلاري ارتري، يا رب تكونوا فاهمين انا اقصد ايه. الاكزيلاري ارتري ده جاي ككونتينويشن من السبكليفيان ارتري، يبقى انا المفروض ان الارتري ده يكون موجود نير ذا روت اوف ذا ابر لمب، قريب من الروت اوف ذا ابر لمب. عشان كده انا بكلمك من فوق خالص، فوق مستوى الارم خالص. احنا دلوقتي عند مستوى الشولدر جوينت، يبقى انا بتكلم على ارتري اسمه الاكزيلاري ارتري. اكزيلاري ارتري لو اتحطت العلامه بتاعتي في عينه زي دي على اللون الاحمر فوق خالص هنا نير ذا كلافيكل اند ذا سكابيولا، انا بتكلم عن اكزيلاري ارتري. طب قول لي ان الاكزيلاري ارتري ممكن اتسال فيه ايه؟ الاكزيلاري ارتري ده ممكن اتسال البيجيننج والترمينيشن اوف ذا اكزيلاري ارتري، ممكن اتسال البرانشز بتاعته، ممكن اتسال البارتس اوف ذا ارتري. الارتري ده بيتقسم بعضله اسمها البيكتوراليز ماينور ماسل انتو 3 بارتس، بتقسمه الى فيرست بارت وسكند بارت وثيرد بارت. يبقى انا ممكن اتسال بيجيننج واند، ممكن اتسال سؤال باسلوب مختلف يشاور لي عليه ويقول لي ايدنتيفاي ذا ماركت ستراكشر، هقول له ده اكزيلاري ارتري. يقول لي هاو اند وير داز ات اند، هاو اند وير داز ات اند، ده اسلوب مختلف من الاسئله غير موضوع البيجيننج والاند. هاو اند وير داز ات اند، مطلوب منك في اجابه السؤال ده ان انت تقول جزئين، جزئين مش جزء واحد. بيقول لك هاو اند وير، يبقى نقول ان الاكزيلاري ارتري ده اندنج باي بيكامينج ذا بريكيال ارتري ات ذا ليفل اوف at the level of at the level of the lower border of teres major muscle. يبقى احنا عندنا at the lower border of the teres major muscle by becoming brachial artery. ده إجابة سؤال اسمه how and where does it end. وطبعا لو قال لك برانشات الاكزيلاري ارتري براحتك بقى، يا اما تعمل انيوميريشن للبرانشز 1 2 3، يا اما ان انت تقسمهم فيرست بارت وسكند بارت وثيرد بارت، وتكتب زي ما انت عايز في البرانشز على حسب وقتك ما يسمح. بعد كده لو بصينا على لون احمر تاني موجود في between the muscles of the arm، دي اللي اسمها المسلز بتاعت الارم، دي العضله اللي كانت زمان اسمها البايسبس، العضله ذات الراسين، والكوراكو براكياليز مسل، وعضله اسمها البراكياليز. طب مين بقى الارتري اللي ماشي ده؟ الارتري اللي ماشي ده هنا اسمه بريكيال ارتري. يبقى انا لو علمت عليه من فوق خالص نير ذا سكابيولا اسمه اكزيلاري، لو علمت عليه تحت هنا في الميدل بارت اوف ذا ارم اسمه بريكيال ارتري. طب البريكيال ارتري يا دكتور ممكن نتسال عليه ايه؟ يقول لك البيجيننج والاند اوف ذا ارتري، ممكن يقول لك هاو اند وير داز ات اند، بينتهي فين؟ السؤال ده مهم جدا جدا جدا. هاو اند وير داز ات اند، هتقول لي ان هو بينتهي 1 سنتيمتر بيلو ذا البو جوينت باي ديفايدنج انتو ريديال اند اولنر ارتريز، او ممكن تقول ات ذا ليفل اوف ذا نيكو فريديوس. بس يا دكتور احنا شايفين ان الليفل بتاع الترمينيشن بتاعه هنا عالي قوي، هقول لك اصل الموديل ده معمول غلط، الموديل ده فيه غلطه اناتوميكال، ان هو هنا قسم البريكيال ارتري فيري هاي اب فوق الالبو جوينت، المفروض كان يتقسم تحت شويه اكتر من كده. العينه دي فيها تكنيكالي حاجه غلط.
فاحنا المفروض ان انا بقول ان الارتري ده اسمه بريكيال ارتري. طب نكمل مع بعض. يقول لك ان البريكيال ارتري ادى برانش ماشي لاترال على اللاترال سايد بتاع الفور ار، على اللاترال سايد اوف ذا فور ار مثيل احمر. يبقى ده ممكن يجي لي في الامتحان اركز قوي قوي ان انا عند الصمب يبقى فيه خله او مارك محطوطه ناحيه الصمب على اللاترال سايد بتاع الفور ار. بعرف اللاترال سايد بتاع الفور ار من الميديال سايد ازاي؟ بعرفها عن طريق ان ده الصمب وده الليتل ايه فينجر. تمام. نعرف ان الارتري اللي هيتعلم على اللاترال سايد اسمه ريديال ارتري. ريديال ارتري يجيب لك فيه ان الريديال ارتري البيجيننج والترمينيشن اوف ذا ارتري، وممكن يجيب لك الترمينيشن بس ويقول لك هاو اند وير داز ات اند، ان الريديال ارتري انتهى ان ذا بالم اوف ذا هاند باي فورمينج ذا ديب بالمر ارش. ودي الاجابه بتاعت السؤال. يا اما ممكن يجيب لك سؤال باسلوب مختلف ويقول لك ايه هي برانشات الريديال ارتري. يا دكتور هو هيسيبها كده برانشز واسعه كده؟ هيقول لك لا، منشن 3 اور 4 اوف اتس برانشز. قول لي 3 برانشات او 4 برانشات ريليتد للريديال ارتري. بعد كده بيجي على الميديال سايد اوف ذا فور ار، ميديال سايد اوف ذا فور ار، وبنلاقي ارتري تاني اسمه الالنر ارتري. هتقول لي ده هاي اب، ده في الارم. هقول لك العينه دي فيها حاجه غلط. فانا الارتري اللي موجود عندي ناحيه الليتل فينجر اللي هو الصباع الصغير اسمه الالنر ارتري. الالنر ارتري، طب بيقول الالنر ارتري اسئلته يقول لك البيجيننج والترمينيشن اوف ذا ارتري، يا اما الاشهر ان هو يقول لك هاو اند وير داز ات اند، فهو بينتهي في البالم اوف ذا هاند باي بيكومينج سوبرفيشال بالمر ارش. وممكن يقول لك انيوميريت 3 اور 4 اوف اتس برانشز. ده بالنسبه لكل شبكه الارترز اللي موجوده عندنا في الابر لمب. ما عندناش غير اكزيلاري بريكيال ريديال اند الالنر ارترز، وما عندناش اي فينز ريليتد تو ذا ابر لمب. زي ما احنا شايفين ما فيش هنا لون ازرق. العينه الثانيه بتاعت الابر لمب اللي موجوده عندنا عينه البلاستيك بنقول فيها نفس الكلام بالظبط. بنقول ان عندنا ارتري موجود ريليتد للكلافيكال انتيريورلي والسكابولا بوستيريورلي نير ذا روت اوف ذا لمب او الروت اوف ذا نيك. ده بنسميه اكزيلاري ارتري. اللون الاحمر اللي احنا شايفينه ده يا دكاتره اسمه الاكزيلاري ارتري. خلاص قلنا كل الاسئله اللي ممكن تيجي على الاكزيلاري ارتري. بعد كده نزلنا في منطقه الارم اللي هي اراوند ذا ماسلز اوف ذا فرونت اوف ذا ارم. في عندنا ارتري كبير جدا اسمه بريكيال ارتري. بريكيال ارتري، بعدين البريكيال ارتري ده بيديفايد انتو تو تيرمينال برانشز. برده نفس الفكره، في مشكله برده هنا بالنسبه للعينات دي. بالنسبه للديفيجن بتاع البريكيال ارتري بينقسم الى برانش رايح ناحيه الصمب اللي هو الصباع الكبير، ده بنسميه ريديال ارتري. ايا كان بقى العلامه تتحط فين، كل اللي قدامي ده از ريديال ارتري. يا اما عندنا برانش موجود على الميديال سايد بتاع الفور ارم يعني ناحيه صباعي الصغير، ده اسمه النر ارتري. النر ارتري، العينه اللي زي دي مش عايزه الناس تتلخبط وتقول ايه الاحمر اللي في النص ده يا دكاتره، ده انتيريور انتر اوسياس ارتري. انتيريور انتر اوسياس ماليش دعوه بيه. انا عايزه واحد على اللاترال سايد اسمه ريديال ارتري، عايزه واحد على الميديال سايد اسمه النر ارتري. فور انترست الناس اللي مهتمه تشوف بس ان الالنر ارتري بيدخل الهاند ويعمل حاجه اسمها سوبرفيشيال بالمر ارش. سوبرفيشيال بالمر ارش، لكن هل ده يجي في الامتحان؟ لا، انا بوريه بس للناس اللي حابه تعرف. طيب عايزه اوريكم حاجه مهمه جدا جدا كنا بنعملها تركه في الامتحان لو احنا حابين نغلس بقى على الطلبه. يبقى احنا قلنا العينه دي بيجي فيها اكزيلاري ارتري، بريكيال ارتري، ريديال ارتري اند الالنر ارتري. في حاجة بقى ممكن تيجي لو احنا طالبة معانا نعرف مين الناس الشاطرة قوي. شايفين هنا على الدورسم بتاع الهاند من ورا، ده بنسميه الدورسم اوف ذا هاند، يعني دي ايدنا من ورا. وده حاجة اسمها الاناتوميكال سناب بوكس، ده الاناتوميكال سناب بوكس اللي هو المثلث ده بتاع النشوء، كيس النشوء. الاناتوميكال سناب بوكس اللي فيه لون احمر اهو. ما احنا عرفنا ان الريديال ارتري كان بيعدي في الاناتوميكال سناب بوكس عشان يدخل انتو ذا بالم اوف ذا هاند، يعمل هنا بيرسنج كده للفيرست دورسال انتر اوسياس ماسل ويبدا يظهر هنا في البالم اوف ذا هاند ويعمل الديب بالمر ارش. قال لك العلامه دي ممكن تتحط في امتحان العملي، يبقى ده الريديال ارتري. ريديال ارتري، يبقى احنا دي اغلس حاجه ممكن تيجي عندنا في الارتريز اوف ذا ابر لمب اللي هي العلامه اللي في الاناتوميكال سناب بوكس اللي اسمها ريديال ارتري. للاحتياط وللامانه ان برضو ده الاناتوميكال سناب بوكس وده الريديال ارتري في الاناتوميكال سناب بوكس، فخلينا عارفين العينه دي كمان. يبقى احنا كده شفنا مرتين ريديال ارتري في الاناتوميكال سناب بوكس على عينات البلاستيك.